طيب الملف الاخر وهو بخصوص قرعه بطوله الدوري الممتاز، عايز اخد راي حضراتكم تحديدا على شكل المراسم النهارده الخاصه بالقرعه، شكل اللوجو الجديد للدوري المصري، وازاي نتجنب موسم استثنائي جديد للكره المصريه. ابتدي بك يا استاذ محسن. والله يا استاذ امير، انا بصراحه مع يعني بعيد عن الشكل القرعه وبتاع او اللوجو، طبعا ما عجبش الناس كلها. احنا عندنا ممكن كان يطلع بقى اكتر من كده، لكن انا مش هبص للصغائر، خلينا ابص اخش في المهم على طول. تمام احنا مقبلين على موسم تقريبا كارثي، انت بتبدا الموسم في بدايات ديسمبر، عندك اربع فرق هيبتدوا، اللي هو الاهلي والزمالك في دور الابطال، والمقاولين وبيراميدز في الكونفدراليه، وعندك الاهلي او الزمالك هيلعب في كاس العالم للانديه، الاهلي والزمالك هيلعب كاس السوبر الافريقي، عندك تصفيات كاس العالم، كاس الامم الافريقيه المؤهله لكاس الامم الافريقيه اخر جولتين، وعندك كاس تصفيات المؤهله لكاس العالم، كل ده وبالاضافه عندك كمان ده الأولمبياد. غير طبعا الاولمبياد، صحيح كنت ناسيها كمان، غير ده كله انت عندك موسم محتاج فيه 34 اسبوع، ده مش هيكمل. احنا يعني بألف بقى كده مش هيكمل. كان ممكن، انا كنت شايف ان ممكن اتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه اللي تدي دور اتحاد الكوره كان ممكن تشوف حل اسهل من كده، يعني كان ممكن يتعمل من مجموعتين او على الاقل بطوله من دور واحد، ايه المانع؟ انت في موسم استثنائي في ظروف استثنائيه بس دي والفيفا منع. اقتراحات قوبلت بالرفض يا استاذ محسن من قبل ماشي الانديه المصريه، يعني من قبل المسؤول الامني. ماشي اوكي، يشوفوا يطبقوا الموسم ده ازاي. انا عايز اعرف ازاي هيكمل الموسم ده 34 اسبوع دوري، غير مسابقات الكاس كاس مصر، غير السوبر المصري، غير بطولات افريقيا، غير كاس العالم للانديه اللي شئت ما بات عندك الاهلي او الزمالك فيه، غير استحقاقات المنتخب الاول كاس امم افريقيا وكاس عالم، غير المنتخب الاولمبي. انت محتاج سنتين فوق السنه دي عشان تعرف تخلص كل أكيد. الكلام ده.